سعادة مؤقتة ممزوجة بمرارة الحزن والفقدان. غزيون انتظروا الهدنة طويلاً قبل أن يتم الإعلان عنها بشكلها النهائي. منهم من فقد أحباءه، ومنهم من فقد منزله أو اضطر إلى النزوح منه، ويقولون نريد هدنة مدى الحياة وأن نعيش بسلام. احنا لما يحكوا هدنة بنفرح، يعني بتصير عنا فرحة، بنقول خلاص هي أولاد بيقولوا أربعة أيام هدنة بنفرح شوية. بعدين بصير واحد يأيس يعني من الحياة، لا فيش صارت لق نار. يعني احنا بدناش إياه هذا كله، احنا بدنا هدنة العمر كله. يعني اتفاق الهدنة مر في جولات عدة منذ بداية الحرب على غزة، ما جعل الغزيين الذين يعيشون تحت القصف أو في الخيام يعيشون حالة من الترقب، منتظرين انتهاء كابوس الحرب والعودة إلى منازلهم أو ما تبقى منها. كل مرة يعني بنجهز حالنا بترداد لنا الروح صراحة، يعني بنحاول كل مرة يعني نسمع أخبار حلوة بترداد لنا الروح، بنقول يلا ها بدنا نروح على بيتنا، وفجأة بقول لك فشلت الهدنة، بدنا نروح، زهقنا تعبنا، يعني هذا مش حياة. الأطفال في الخيام هنا حيث لا مكان للدفء في هذا الشتاء ولا غذاء كاف، ينتظرون انتهاء الحرب والعودة إلى ذكرياتهم في منازلهم، حيث يلعبون بأمان ويمرحون بين أصدقائهم. زهقتني أني أرجع بيتي ألعب مع أصحابي وألعب ألعابي، ونفسي أكل أكلي المفضل وألبس أواعي المفضلة. منذ السابع من أكتوبر نزح نحو ثلثي سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2,200,000 نسمة، ولا يزال الآلاف ينتقلون جنوباً يومياً حاملين أمتعتهم وأطفالهم بين أذرعهم.